أهم وضمان البقاء. الفوز هذه المرة كان على الضيف مولودية بيجاية التي تراجعت إلى الصف الثالث. بداية اللقاء ميزه دخول قوي لاتحاد الحراش الذي كان أداؤه سريعا وضغط في الربع الساعة الأولى بحملات هجومية لم يصمد أمامها كثيرا دفاع الضيوف لتهتز الشباك في الدقيقة 11 براسية دراج، هدف أسعد كثيرا الأنصار واللاعبين بالنظر إلى أهميته في الاقتراب من ضمان البقاء. ردة فعل أبناء ماغورايا كانت بكرة أحدة التي غاب عنها الحظ لتصطدم بالعارضة ويفوت فرصة تعديل النتيجة. لنشهد بعدها أداء روتيني من الجانبين ونهاية الشوط الأول لصالح الاتحاد بهدف لصفر. المرحلة الثانية، مستوى المباراة تراجع مقارنة بالشوط الأول وعودة الاتحاد إلى الدفاع بهدف الحفاظ على التقدم وامتصاص ضغط الموب، وهو ما نجح فيه بعد الحفاظ على شباك نظيفة وكسب 3 نقاط ارتقى بها اتحاد الحراش إلى المركز الخامس ب28 نقطة، فيما تجمد رصيد مولودية بيجاية عند النقطة 32 في المركز الثالث.